أهلا وسهلا فيكم بسلسلة مؤتمرات نساء على خطوط المواجهة يلي عم تقوم فيها مؤسسة ميديا كوميونيكيشن فاسيليتيز بالشراكة مع ماشي ضياء فاونديشن ويو ان وومن. حجم التمييز ضد النساء في لبنان كبير جدا، وقد ترجم بالقوانين القديمة عقلية رجعية مستحكمة بالمجتمعات وبالقوى الدينية والتشريعية تمنع تطوير هذه القوانين لتحول ليس النساء فحسب إلى ضحايا بل أولادهن أيضا. المشرعون القدامى اعترفوا بالمساواة بين جميع اللبنانيين، فنص دستورنا على في مقدمته على المساواة التامة في الحقوق والواجبات، والتزموا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لكن للأسف المساواة التي تحدث عنها الدستور لم تترجم في القوانين لضمان حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل. اللافت أن القوى السياسية التي تطالب بالدولة المدنية تمنع التعامل مع الحقوق المدنية للنساء. أبرز القوانين التي تحتوي تمييزا ضد المرأة قانون الجنسية، قانون الأحوال الشخصية، بعض أحكام قانون العقوبات، بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، بعض أحكام قانون العمل، بعض الأحكام المتعلقة بقوانين خاصة بموظفي الدولة وقانون التجارة البرية. ندوة اليوم تضم نساء حولهن القانون والمجتمع إلى ضحايا، هن مناضلات يحاولن كسر القيود الاجتماعية والدينية والتشريعية ليس من أجلهن فقط بل من أجل أولادهن. يسرني أن أرحب بداية برندا عبود كاتبة عدل وأمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، دكتورة ديما دبوس المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إكويليتي ناو، زويا روحانا ناشطة اجتماعية ونسوية ومؤسسة ومديرة كفا لبنان، مايا زغريني محامية عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت وعضو مكتب تنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. أهلا وسهلا فيكم ستات، وإن شاء الله خلال هذه الندوة نقدر ناخد النتيجة لإظهار إلى أي مدى المرأة اللبنانية مجحفة أو القانون اللبناني مجحف بحق المرأة اللبنانية. بدي بلش معك ست زويا، هل كل النساء هن ضحايا القانون؟ كل النساء هن عرضة ليكونوا ضحايا قوانين، خاصة قوانين الأحوال الشخصية. ليش عرضة اعتبرتي؟ لأنه بأي ساعة معرضنا، يعني هن مش حكما هن ضحية هذا القانون أو هذه القوانين؟ هن ممكن يكونوا ضحايا محتملين الكل، لأنه القوانين بتنص على كتير أشكال من التمييز ضدهم، خاصة بموضوع قوانين الأحوال الشخصية. يعني نحن بتعرف عنا مثل ما تفضلت بالمقدمة عنا نظامين، نظام بينطبق على كل اللبنانيين، نظام مدني بينطبق على كل اللبنانيين، بينما عنا نظام تشريعي خاص بقوانين الأحوال الشخصية، وهذا النظام متفرع ل 15 قانون و 15 محكمة، لأنه عنا 18 طائفة أو مذهب موجودين معترف فيهم بلبنان. 15 منهم عندهم قوانينهم، عندهم محاكمهم، والكل دون استثناء مثل ما تفضلت يعني محكومين بعقلية ذكورية باترياركية، طبعا مش البطريركية اللي أشار لها النائب فريد الخازن، كلها محكومين بهذه العقلية الرجعية اللي بترجع لعقود من لورا، كلها بتفرض على المرأة طاعة زوجها، يعني وهي منصوص عليها بشكل كتير واضح بهاي القوانين، وإذا خرجت عن طاعته بتعتبر ناشز وبتحرم من حقوقها. نحن عنا مثلا السيدة بكفا، لأنه لجأت لكفا لتتخلص من مشكلة العنف اللي عم تعاني منها، صدر بحقها قرار من القاضي الشرع أنه هي ناشز، فبتحرم من حقوقها، وهذه موجودة عند كل الطوائف. موضوع الولاية على الولاد، الولاية حق جبري، يعني حق مطلق للأب، وإذا صار في وفاة للأب تنتقل من بعده الولاية الوصاية على الولاد للذكور من عائلته، يعني المرأة ما إلها حق الوصاية على الولاد. المرأة إذا تزوج، إذا صار في طلاق وتزوجت تحرم حكما من الحضانة على أولادها.
عدا عن أنه السنين سنوات الزواج المعترف فيها عند كل الطوائف دون سن 18، يعني تسمح بتزويج القصيرات والقصيرين، رغم أنه بعض الطوائف حددوا سن 18، ولكن كلهم عم بيعطوا حق الاستثناء للقاضي أنه يحكم بزواجات تحت سن 18. سن الحضانة كمان مين عم يتحكم بهذه القوانين؟ المشكلة أنه المجتمع، رجال الدين، العقلية الرجعية؟ لا أكيد رجال الدين، أكيد رجال الدين، بس حاطين القوانين هيدي من يعني، وحتى ما في نصوص إذا بدك دينية بتشرع هذا الشيء يعني، أو يعني هيدي كلها أكثر من 100 سنة حتى راجعة هيدي القوانين بعضها، فما صار في يعني ما صار في تطوير لهذه القوانين. يعني المرأة عند الطائفة الكاثوليكية وعند الطائفة الشيعية تحرم من حضانة ابنها بعمر السنتين إذا صار في طلاق، يعني بيعتبروها بس للإرضاع، يعني سنوات الرضاعة بيعتبروها. فيعني شوف بأي موقع محطوطة المرأة بقوانين الأحوال الشخصية، ما عندها أهلية قانونية، ما عندها ما في مؤهلات كافية لتكون هي شريكة بالأسرة مثل الرجل. أستاذي عبود، حضرتك بالهيئة الوطنية، كمان ذات السؤال، خلينا نبلش، كل امرأة اليوم يمكن تكون عاملة موجودة مسجلة بالضمان الاجتماعي، ألا تعتبر كل النساء في لبنان هن ضحايا؟ حضرت الأستاذة لطفت قالت معرضنا. لا أنا عرضة. أقول لا، أكيد أنه كل النساء بلبنان القوانين اللبنانية مشحفة بحقهم، وهذا شيء أكيد. وإذا كنت أنا اليوم بهاللحظة من الزمن لا أشعر بهذا الإشحاف، ولكن ممكن أني أشعر فيه بأي لحظة، لأنه ممكن أتعرض لأي شيء، ممكن أمي تتعرض لأي شيء، أو أختي أو خيي أو بنتي أو أي حدا، أو عفوا كسيدات. ليه؟ لأنه وقت اللي بيوصل أي شيء بيتعلق بالمرأة دغري منشوف أنه القانون بيكسر المرأة، إلا إذا كانت محاطة بعائلتها تتدعمها أو بأي شيء تاني، لأنه دائما القانون ونحن هيدا سعينا ضد المرأة. وهيدا بتأسف دائما، أنا بنادي بقول إذا لم تتحول قضية المرأة في لبنان إلى قضية سياسية بامتياز، يعني نضوع عليها، ما رح نوصل لأي نتيجة، رح تضل تعامل هذه القوانين ونحن بياخدوها معنا بمزح. وهلأ وقتكم أنتوا الستات أنه المجتمع ليك شو عم بيعاني اقتصاديا، أو هلأ وقتكم أنه تطرحوا هذه القوانين ليك شو في عنا إشكاليات أكبر، علما أنه أنت لم بتوصفها بشكل السياسي. وأنا رح أقلك المثال كيف تتعرف أنه فعلا هي قضية سياسية بامتياز. كل هذه القوانين اللي تفضلت فيهم الأستاذة زويا، يعني أنا لم بحكي عن الأحوال الشخصية، عم بحكي عن الزواج والطلاق والإرث والوصية والحضانة والحراسة وما إلى هنالك، كل هذه القضية هي المادة 95 من الدستور، لازم كلنا نتحول إلى مواطنين مش مرتبطين بطوائف أو قبائل بدي أقولها، لأنه حتى الطائفية بطلنا نحكي فيها. أنا هل كل واحد بيحتاد تيدافع عن طائفيته ما بشوفه بالقداس أو بالجامع عم بيصلي، بشوفه محتاد بس على التلفزيونات، ما بشوفه بغير مطرح عم بيمارس فعلا تمجيد لله عليه السلام. نحن كلنا ما عم نعترف أنه نحن لسنا مواطنين، هيدي هي الإشكالية الحقيقية. أنا ما بلوم كمان بس رجال الدين، لأن كلنا شركاء، هالشراكة فينا من أصغر مواطن لأعلى شخص، ما عم نكون نحن منتمين إلى بلد واحد كمواطن تندافع عن هذه المواطنة. هالشي عم ينعكس على المرأة. وبعطيك مثال تاني، الجنسية. ليش اليوم أنا بدي خبي فشل السياسيين بأنه هن ما عالجوا موضوع السوريين والفلسطينيين في لبنان، وبقول المرأة تجنس؟ هذا كلام غلط، هذا غلط جدا، بس بدي ألفت هون، هن لو عالجوا هذا الموضوع أكيد أنه ما عندنا إشكالية نحن كسيدات المرأة تمنح أولادها الجنسية. بالعكس، اليوم الرجل هو من يجنس، هو من يتعاطى الإتجار بالبشر عن طريق زيجات وفي متعددة، وعن طريق زواج بقاصرات كمان أكثر وأكثر، بينقبض حقها تنقدر نجيب ناس من بره لبنان ونحطهم هون. هاي كلها الإشكاليات، بس تتحول المرأة قضيتها لقضية سياسية نكون نحن عم نعالج الوضع. أطرح عليك السؤال مرة تانية بهيدا النقاط، لأن أنت بالهيئة الوطنية. ماتر مايا، الدستور مثل ما ذكرنا هو يتحدث عن المساواة، يمكن هون كان قصد المشرعين المساواة بين اللبنانيين ككل من كافة الطوائف. لماذا وحكي عن حقوق الإنسان
الالتزام بحقوق الإنسان، يعتبر لبنان من أحد المشرعين لحقوق الإنسان. ليش المرأة المس كانت هي المستهدفة؟ لماذا ما جاء في الدستور لم ينفذ في القوانين؟ أصلاً الدستور اللبناني مظبوط عطى أنه يكون في تساوي أما مساواة بين المرأة والرجل، وما حدد غير. بس بالدستور اللبناني كمان في عنا مادة هي العائق الأساسي بتعديل القوانين، المادة 9 من الدستور يلي عطيت الطوائف الحق هي أنه تنص القوانين تبعولها. هيدي المادة هي اللي مانعة اليوم المجلس النيابي بتشريع عدد كبير أما تعديل عدد كبير من القوانين. وللأسف أنا بعتبر أنه هيدي المادة لازم تنلغى، لأنه صار في عنا قانون ما بيحمي المواطن أبداً، تحت اي شعار قانون الله. يعني للاسف انه الطوائف عم بتنص قوانينها تحت شعار قانون الله هيدا، بس هيدا القانون ما بيحمي الشعب اللبناني وما بيحمي المراه اللبنانيه. هون بعتقد اهم شغله هي انه نحن نلغي الماده 9 من الدستور لحتى يصير البرلمان اللبناني هو بنص القوانين يلي خاصة بالأحوال الشخصية. دكتورة، عم نسمع الجو اللبناني والإشحاف بحق المرأة اللبنانية، أنت تتعاطين بالشأن الإقليمي أكيد من الباب النسوي، إلى أي مدى المرأة في الخارج إن كان في الدول العربية وغير العربية وضع شبيه أو أحسن من الوضع الست في لبنان؟ هو كتير بيساعد انه نعرف شو عم بيصير بالمنطقة بالنسبة للقوانين اللي بتتحكم بحياة المرأة او على مستوى عالمي، مثل ما نحن نشتغل بامريكا الشمالية واللاتينية، باسيا، بافريقيا، بالشرق الاوسط. اللي منلاحظه وحكيت عنه زويا انه كل هالقوانين التمييزية اصلا واحد يعني مفهوم للمجتمع يلي بيحط الاب على راس العائلة. يعني كيف ما طلعنا بنشوف انه المشكله بقوانين الاحوال الشخصيه ان كان عرفيه ولا ان كان حتى مدنيه، في مفهوم مقاربه ل تقنين بالنسبه للحياه العائله اللي هي بتقول انه الرجل اعلى مرتبه من المراه. وهيدا ما له يعني هيدي فينا نقول انه بالنسبه مثلا لمنطقتنا جايين من الدوله العثمانيه باوروبا، حتى هن غيروا قوانينهم، يعني كان عندهم نفس المفهوم وصار في تعديل. نحن بعدنا بالمنطقه مش عم نعدل، بعدنا متمسكين مثلا بالقانون العثماني يلي بفرق، بينما بنشوف انه دول ثانيه خطت خطوه وصارت تعدل، وفي دول ما عم تقبل تعدل. طبعا يعني كل منطقه كل دوله لها خصوصيتها، بس المشكله اوقات بنحسها نفس المشكله. يعني حتى مثلا امريكا الشماليه في تزويج الاطفال، في ولايات بامريكا، لانه هيدا ما اخذين قرار على مستوى الفيدراليه، بعد في ولايات بامريكا بتسمح، وعن جديد بس نيويورك منعت تزويج الاطفال تحت 18. المشكله هي وحده، بس بصير في تفاوت. في دول مثلا بشمال افريقيا مثل مثلا تونس والمغرب عملت تقدم، مثلا عملت غيرت قوانينها، وتونس بنعرف المجله التونسيه من الخمسينات عملت خطوه كثير مهمه، عطت اكثر مش يعني 100% حقوق للمراه بالعائله. بالمغرب لما صار في تعديل للمدونه، وهلا عم بيرجعوا يحكوا مره ثانيه بالتعديل، لما صارت في تعديل ب 2004 حكيوا انه المراه والرجل هن اثنيناتهم مسؤولين عن العائله. فبس لما نطلع برات لبنان بنشوف انه حتى لو كان في ثقافه مماثله للثقافه اللبنانيه او تاريخ او حتى ديانات مماثله، غير دول تقدمت ونحن بلبنان بعدنا متمسكين كثير متاخرين بالنسبه حتى على صعيد المنطقه. أنا اللبناني بيعتبر حاله متقدم ومثقف اكثر ومتعلم وليبرالي اكثر من الدول المجاوره، لكن بالقوانين متراجع جدا. هيدا على الصعيد الفردي، للاسف بتشوف بلبنان كثير في تفاوت كيف الناس بتعيش حياتها اوقات، وكيف حتى النساء يعني على مستوى العربي المنطقه العربيه النساء بسوق العمل اعلى من اي بلد عربي ثاني. بتطلع على القوانين بتشوف كثير في فرق، بعدنا كقوانين بنميز
صرنا عم نميز أكثر من دول عربية، حتى بدول الخليج اللي كنا نحكي عنهم إنه كتير متأخرين من هالناحية، صاروا بنواحي عملوا تعديلات عم تتفوق على التعديلات اللي نحن ما عم بيصير في عنا تعديلات، نحن في جمود إجمالا بلبنان. زويا عم نحكي عن تعديلات وخط معركة كمجموعات نسوية أو مجتمع مدني بالنسبة لقانون العنف ضد النساء وحطوا العنف الأسري، عطى المرأة حقها، هل حماها بشكل جيد هذا القانون برأيك؟ إيه صراحة صار في تقدم ملموس على هذا الصعيد، يعني صار في قضاة كانوا عم بيصدروا قرارات حماية، في كتير مئات السيدات استفادوا من قرارات الحماية اللي كانت تصدر عن القضاة قبل ما يعملوا الإضراب، يعني هلأ بنحكي كمان شو وضع السيدات بظل الإضراب الموجود. بس مثل ما تفضلت يعني صار في تشويه للنص، النسخة الأساسية اللي تقدمت لمجلس النواب صار في تشويه لها لما كانت عم تندرس باللجنة المصغرة، راحوا يعني كمان تشوف لأي درجة مغلغلة الطائفية بنظام البرلمان اللبناني، حتى يعني كانوا عم ياخذوا آراء كل رؤساء الطوائف، بعثوا لهم نص القانون وطلبوا ملاحظاتهم عليه، وصاروا يجوا كمان على المحل ما عم تجتمع اللجنة يستدعوا وياخذوا آراءهم، يعني لدرجة بأي معنى يعني هل رجال الدين ضد حماية الست من طائفته؟ يعني المفتي عمل حملة كتير كبيرة على هذا، لماذا المرأة ما بدهم كان شيء مدني الأساس. ما بدهم كان إطار مدني يتدخل بشؤون العائلة اللي هن كانوا بعد لحلق مسيطرين عليها. أنا برأيي في النظام السياسي الطائفي اللي موجود بلبنان أحد ركائزه الأساسية لاستمراره ولدعمه هو قوانين الأحوال الشخصية، لأنه عم بيخلوا الناس مرتبطين منغلقين بقلب مذاهب وطوائف بيتحكموا فيهم من وقت ما يخلقوا لوقت ما يموتوا، وهذا الشيء عم بيكون في تجانس إذا بدك بين هؤلاء النظامين ليضلوا متحكمين، ليضل النظام الطائفي متحكم بالناس، ليبطل في عنا مثل ما تفضلوا سيدات شيء اسمه مواطن، شيء اسمه شخص مواطن تابع لدولته، مش مجبور يمر عبر طائفي ليكون مواطن بدولته. هذا رجال الدين هم الأساس في إشحاف المرأة. رجال الدين بالتواطؤ مع زعماء السياسيين اللي مرتبطين معه للطوائف، يعني خلينا نسأل السؤال، لا شو هل هم القرار السياسي مطلوب قرار سياسي يعني القرار السياسي يتغطى دائما. أنا بشير للسعودية، قرار سياسي حول المرأة خلال أقل من سنة صارت شريكة فاعلة حتى بالمجالس البلدية بالمجالس النيابية بالشخصيات. بس السياسيين يتحججون بأنه ممنوعين، مجتمعاتنا لا تسمح لنا. أبدا بعدنا هلأ عم. طب ليه السياسي كرجل كأمرأة يمنعه؟ اليوم صار عندنا نساء يعني 6-7 سيدات بمجلس النواب، ليش السياسي بحد ذاته يمنع انه ينشال هذا الاشحاف او ينشال هذا التمييز عن المراه؟ عندنا بلبنان ما عندنا صحيح 128 نائب، بس عندنا 5 حاكمين لبنان، هالخمسه بس يتفقوا انه نحن في عندنا قرار رح يطلع القرار ورح نبني بلد، رح نبني مواطنين ونقدر نجابه فيهم الكره الارضيه كلها. بس اذا ضلينا ضمن هذه الثغرات وكل واحد عمل مثل ما قلت قبيلته، لأنه قلت لك مني مقتنعة أنه هي أمور طائفية، ساعتها بيمشي البلد مثل ما هو لازم. أنا بدي أضيف على اللي قلته بموضوع العنف الأسري، لأنه قدرنا أخذنا كمان خطوة جديدة اشتغلنا نحن وياهم هالقانون كهيئة وطنية، أنه صارت الحماية من عند القاضي المدني. هون سألت حضرتك، الحماية من عند القاضي المدني مش من قضاة الطوائف، يعني ما بروح على المحكمة المارونية أو الشرعية أو المذهبية أو إلى ما هنالك. فقط في العنف وليس بالقضايا الأخرى. أكيد طبعاً. نعم بالعنف الأسري، نعم بالحماية الحضاني. بالعنف الأسري بالإرث غير مواضيع. أوكي لا عم بحكي بهيدا القانون. واللي منيح فيه أنه قدرنا صارت تقدر المرأة يتخذ القرار بإخراج الأطفال كما حمايتهم لعمر 13 سنة. منشان هيك تفضلت الأستاذة زويا أنه صار في كتير سجال بهيدا الموضوع، بس نحن بنعتبره مكسب لأنه بلشنا نشيل بعض من هذه الصلاحيات. إذا المشرع أراد فهو يمكنه، نحن نفتقد إلى القرار السياسي. رجعت معك واضحة، مش ما فينا نكب، فينا نضل نضيع الأمور،
فينا نضل نضيعها. الواقع هو قرار سياسي هو اللي بيحل كل بدنا حسن النوايا بالبلد ودار الأمور كلها بإيجابية. ونحن ما رح تقدر انك تشيل صلاحية رؤساء الطوائف، خليلهم هن معلاه. في عنا تقدر تروح على قوانين لزواج اختيار مدني اختياري، وكل انسان هو بيريد. ليش انا بدي اقبل انه يروح انسان على قبرص او على تركيا او اي بلد بالعالم واجي سجل له زواجه هون، ووقت اللي بتكون هون هيدي بدعة؟ هي بدعة عم نتخبى على شو؟ بمين عم نتخبى؟ تفضل. بس تعليقا، يعني نحن مش مع الزواج المدني الاختياري، لانه ما بدنا نخلق طائفة 19. فينا نحكي عن الزواج المدني بعدين. أيوه. بس خليني بالعنف الاسري كعنف اسري، يعني بعد المجتمعات النسويه وبعد المجتمع المدني اللي كان عم بيطالب بهذا القانون، اتهم من يمكن التقليد السياسي او المجتمعات التقليديه انه هذا المجتمع المدني عم يخرب بيوت، بحق له يمكن الرجال تيربي مرته يمكن يضربها، او دائما المراه هي الضحيه. عم نسمعها كلنا سوا، صح ايه او لا؟ بشو بتجاوبي؟ اكيد خطا، اكيد خطا، بس انه شو مضبوطه يا مات او لا؟ اكيد خطا، يعني بالاخر المراه هي انسان. وقتها ما نسال زويا لانك تعرضت كثير انه عم يخربوا بيوت. هلا خربان البيوت مبلش قبل ما يطلع القانون. وقتها بصير في عنف، من هون هو بلش يخرب بيته. المرأة هي إنسان، بدنا نعملها كإنسان. وقتها من نتعاطى مع هيدا الشخص كإنسان، ما منعود نفكر أنه هو عنده سلطة عليها. يعني الزواج هو توافق بين اثنين ورضا متبادل بالآخر. ما فيك يعني أنت يكون عندك سلطة على المرأة. مين أنت بالآخر؟ في عنا مشكلة حتى بقلب الزواج. في عنا نقطة الاغتصاب، ما بيعتبروا أنه الاغتصاب الزوجي هو جريمة، لأنه هون بيعتبروا أنه في حق على مرته أنه يمارس معه يعني الحقوق الزوجية. وفي بدعة جديدة كمان بالقصة الاغتصاب، إذا تزوجها خلص راح. إيه يعني جنس نسمع فيه عن جديد كمان. هيدي مصيبة. لا، هيدي المادة ألغيت، لكن مفعيلها انتقلوا لمادة تانية يلي هي 518 و505 بعتقد، بس بنقطتين. يعني بحال صار الاغتصاب على قاصر، اما بحال فضل بكاره هون بيعتبروا اذا تزوجها لا يعاقب. وهون نحن يعني هيدي مصيبه، لانه هون عم يعني مثل كانه عم يغتصبها مرتين. يعني نرجع منزوجها ليغتصبها كل يوم. ما عم نفهم شو هالقانون يلي ما عم بيحمل المراه، عم بيحمي بس العادات والتقاليد. وهون ما فينا بقى نوقف عند هيدي النقطه بس ونتفرج عليهم. ونرجع منرد، سوري بس تعقيب صغير، على قوانين الأحوال الشخصية، لأنه بتسمح بتزويج الفتيات دون سن 18. المشكلة دكتور فقط بالأحوال، الأحوال الشخصية. عم نحكي بالعالم كيف عم يتعاطوا. بنيويورك يمكن الوحيدة مثل ما حضرتك ذكرتي مثل، لكن القاصرات والتعدي على القاصرات في حال اغتصبها يستطيع ان يتزوجها، انه يعتبر انه عمل. لا، هيدي مشكله موجوده بالتحديد بالشرق الاوسط. بالشرق الاوسط بس حتى ذكر، يعني صار في حملات كثير قويه وب 17 يعني 2017 2018 بظرف سنتين اربع بلدان عربيه لغيتها، لانه صار في تركيز على حالات انتحرت الضحيه لما زوجوها بمغتصبها بالمغرب. انتحرت بنت صبيه يعني تحت سن 18، لا تشوف قديه في ظلم بهيك قوانين. فصار في عمل، واللي حلو انه بلد ورا الثاني، يعني عندك اردن وفلسطين ولبنان وتونس بظرف سنتين غيروا هالقانون. معناتها انه اول شيء في مجال للتغيير. يعني نحن هون كنا عم نحكي انه الحق على رجال الدين او الاراده السياسيه، بس كمان في مستوى الوعي في كثير بحاجه لنشتغل، انه اوقات النساء والامهات هن اللي عم بيسمحوا انه يضل في هيك قوانين ومش عم بيكونوا معنا تنشن تنغيرهم. فنحن لما خوفا ام ايمانا بهذا التقليد،
لا انا بقول بالاكثر اذا بتطلع كل شيء كتب الدراسيه الافلام المسلسلات العادات اللي نحن عايشينها هي اللي بتخلي انه هيك قوانين محميه. فنحن بحاجه لنشتغل على عده مستويات نغير العقليه حتى النساء نفسهم يشوفوا انه غلط هالشيء. واكيد بدها بنفس الوقت اراده سياسيه. لا بس بحب اقول انه بالنسبه للبنان الفرق بين لبنان والدول العربيه الثانيه انه بالدول العربيه الثانيه حاكمها شخص واحد واراده سياسيه واحده. فبس لما يطلع قرار من فوق إن كان بمصر ولا بمغرب إنه بده يصير في تغيير بده يصير في تعديل بتلاقي بس إنه في بلبنان بلبنان في كتير روس. طب بدي أطرح سؤال عليك بالنسبة للعنف. يعني شفنا بالفترة الأخيرة ببعض البلدان منهم مصر بتكون واعد وعدته يتزوجها وبتغير رأيه هي وخطب بيروح بيقتلها. بيصير في تعاطف مجتمعي مع القاتل وليس مع الضحية. شو هيدي القساوي المجتمعية في بعض بلداننا؟ هيدي للأسف ما نرجع للعقلية الأبوية السائدة. كتير دائما صعبة. المرأة هي يعني حتى لما تكون ضحية هي بتكون الملامة لأنه اغتصبت مثلا. هيدي معروفة مش اغتصبت قتلت لا لأن يعني أنه فكت خطبتها قتلت أو اغتصبت يعني هي عطول. حتى في من زمان كتير كان في طفلة عمرها 3 سنين بفلسطين قتلوها لأنه اغتصبت طفلة عمرها 3 سنين. هيدي هون في مشكلة كتير كبيرة على مستوى العقلية الأبوية السائدة يلي كمان بدنا دايما نتذكر أنه نشتغل من فوق ونشتغل كمان على الأرض. استاذي عبود لانك بالهيئه الوطنيه بدي اطرح السؤال عليك قديش في تحدي وانتم شو عم تقدروا تعملوا؟ يعني اللي بيقرا عملكم في مجلدات في توثيق في مستندات وفي كتير قصص بس قديش عم تحاولوا تقدروا تخرقوا هذا الجدار الصعب؟ نحن طبعا كمهمه صحيح انه نحن تابعين للحكومه اللبنانيه كهيئه تابعه للحكومه اللبنانيه بس نحن بتشبيك دائم مع كافة المجتمع المدني وعم نشتغل نحن وياهم سوا. والحقيقة أنه بهالفترة قدرنا وقت اللي كان في عوائق أنه ما نقدر نقر قانون معين لأنه كتير من الصعوبة بلبنان أنك تقر قانون. يعني مبلشين فيه بكفى القانون سنة 2014 تنعمل تعديل لسنة 21 بتعديلات ورجعوا فاتوا عليها حطوا إيدهم مثل ما قالت تفضلت الأستاذة زويا وغيروا فيهم. سو كل هيدا الشغل بياخد مجهود كبير لأنه في ريزيستانس ضدك في مقاومة ما عم تقدر تقبل أنك أنت تعدل بالشكل السهل والسريع. كنا عم نروح على مطارح تانية تنعمل تعديلات بسيطة بواسطة قرارات إدارية وبعد كتير منها أنه بالتعاون مع مدير عام الأمن العام قدرنا ندرج اسم الأم وعائلتها على الجواز السفر ما كانوا يحطوها بأشياء بسيطة. مثلا المرأة المطلقة بدها تسجل أولادها بالمدرسة بدها تروح تترجى جوزها تقدر تجيب إخراج الأيد صرنا عم نقدر أو بدها تسافر بالسفر بدها إذن من اثنين صار في عنا وهيدي حماية لاثنين صار تقدر أنه تدون ولادها على خانتها وقت اللي بيردوها على إخراج قيد زوجها. هيدي كمان بقرار إداري يعني صحيح هيدي كلها يعني عقبات يعني بدأ روتين إداري أكثر من بدأ قوانين. هودي قدرنا أخذناهم بمجهود إداري. ابن المرأة اللبنانية اللي متزوجة من أجنبي صار ما يدفع مثله مثل يستفيد من الكونسيرفاتوار من المدارس الرسمية من الجامعات لأنه كمان ما كان يستفيد يعتبروه أجنبي بمكان ما وما يعملوا أنه أمه لبنانية. وكتير من الأشياء قدرنا نخدها كقرارات لأنه الذهاب إلى مجلس النواب بكل أسف بقول لك بنقعد سنوات وسنوات وما بيخلص القانون. بس أنا هون بدي أيد اللي حكيته الدكتورة بدي أقول أنه نحن أول شيء لازم نوضح للمشاهدين وللرجال على سواء نحن مش ضد بعض نحن مع بعض. نحن عم نفوت بهالحملات مش لأنه نحن بدنا نتحول لرجال أبدا. نحن أنا بدي ضل امرأة وهو بدي ضل رجل. نحن عم نفوت تنكون متشاركين سوا. امبارح عم بحضر على MTV عن شهداء الجيش وكيف عاطل عن الحرية البرنامج كان رائع لأنه كانت الحرية بحد ذاتها. هذه المرأة اللي خسرت زوجها وبلشت هي ولادها تعاني قامت وقفت مع الحياة ووقفت. طب ليه أنا بدي أوصل معها للتجربة تتوقف ما بتكون من الأول شريكتي؟ أنا مطلوب هذه المرأة تكون شريكة معي من اليوم وإلى الأبد نكون شركة والقانون يساعدنا لأنه تغيير هذه المجتمعات بدأ سنوات وسنوات 70 سنة بينما مين عم يتحجج بالتاني؟ الناس زويا السؤال لك مين عم يتحجج بالتاني؟ الأشخاص يلي إلهم علاقة بالمواضيع أم القانون والسياسيين بيتحججوا بالعقلية؟ مثلا الضحية
صبية اللي انصابت بالانفجار شعيته ماتت مليون مرة حتى تشوف ابنها هي بالكوما. مين اللي كان عم يمنع؟ الزوج أم رجال الدين؟ الاثنين سوا. بس يعني مثل ما عم تتفضل عبروح على بعض الحالات لأن هودي حالات بتوجه قانون. القانون هو الأساس. القرار السياسي القانون هو الأساس. يعني الإجراءات اللي تفضلت حكيت عنهم ممكن يجي مدير عام تاني يغيرهم يعني بكل بساطة. فنحن بدنا تشريعات بالقوانين وهيدي القوانين بدها تشريع بمجلس النواب. بس مثل ما حكينا يعني مثل ما سبق وقلت أنه مجلس النواب مشكل على أساس طائفي ومرتبط ارتباط وثيق بالأنظمة الطائفية اللي موجودة وخاصة بقوانين الأحوال الشخصية. منشان هيك عم نلاقي في كتير صعوبة بتقبل تعديل على قوانين الأحوال الشخصية. يعني مثل ما تفضلت مقدمة الدستور بتنص صراحة على التزام لبنان بالمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان. هي اجت من وقت الطائف. ما تعدلت المادة 9 يلي بتعطي الطوائف صلاحية تشريع قوانين الخاصة. ليش مجلس النواب ما بده يكون هو مسؤول عن إيجاد تشريع خاص تشريعه لإله؟ لا بده يفوت صلاحياته للطوائف لأنه هي تشرع. واجباته مجلس النواب في مطالبة يكون عنده قانون خاص يلي عرضتها الهيئة الوطنية إدخال تعديل على قانون القضاء الشرعي السني والجعفري على الأقل جهة رفع سن الحضانة. يعني هلا في بعض المذاهب رفعوا يعني سن الحضانة بغض النظر بس عن قانون أحوال شخصية مدني كمان في صح؟ مشروع اقتراح بهيدا الإطار في بس تحسينات بسيطة بس ما عم بترجع تعيد محاولات تحسينات بعد لم يؤخذ صح أوكي. بس كمان ما عم ترجع تعيد الموقع المساوي للرجل موقع المرأة المساوي للرجل بالأسرة. يعني هاي تعديلات أوكي رفعنا سن الحضانة بس وين سلطة المرأة على الأسرة؟ هل متساوية مثل سلطة الرجل؟ بعد الرجل متحكم بكتير مفاصل من حياة اليومية تبع الأسرة خاصة بالمال. حدث ولا حرج عن الإرث مش بس بالإرث بكل شيء. يعني حتى نحن هلا مثلا عم نشتغل على مفهوم الكد والسعاية. يعني حتى الزوجة أوقات هي باهتمامها بالبيت وبرات البيت تشتغل بس لما عم بتطلق عم تطلع بلا شيء. يعني حتى مش معترف بمجهودها لتبني العيلة وهيدا ظلم كتير كتير قوي عم بيلحق فيها. يعني بتخسر ولادها بتخسر بيتها بتخسر كل جنى عمرها. أوقات في عنا قضايا بفلسطين بالمحاكم الشرعية والنظامية ستين يعني هن مراكزهم عالية وهن اللي اشتروا ساعدوا يشتروا بيت أكثر من تمويل منهم بمجهودهم الخاص وبس لما طلقوا صاروا برا. في كتير ظلم عم بيلحق وكله هيدا موجود بقوانين الأحوال الشخصية لأنه الأساس هو أنه الرجل هو الفوق. طيب إذا نحكي عن قانون الأحوال الشخصية والمطالب اليوم بقانون مدني إن كان زواج مدني. بارح عم عرفت أنه في حال حتى لو تزوجوا مدنيا وتوفى زوجها أو طلق لا أو توفى لا يحق لها الإرث لأن بحسب الشرع لا تستطيع أن ترث زوجة يمكن تورث أهلها كمان. هيدا شو أهمية أن نذهب إلى زواج مدني أو إلى قانون مدني في حال بدنا نبقى مرتبطين بالقوانين الدينية؟ مشان هيك لازم مين بده خلينا أنا خليني فرق بنقطتين. أول شيء طرحت السؤال غلط أنا لا سؤال رائع بس تقول لك وين النقطتين الأساسيات. بعدنا نحن عم نتخبى. نحن بلبنان عند المسيحيين في قانون 59 للإرث وطبعا صحيح أنه المسيحيين نص بنص وقد بعضهم ولكن بالتطبيق بعدنا بالعقلية الذكورية. يعني أنا ككاتبة عدل بيجوا لعندي منورت البيت للشاب والبنت بنعطيها 10,000 دولار وطبعا تطلع ال 10,000 دولار لتوازي الخمس من قيمة هذا المنزل. هون لم يعتبر انه البنت تزوجت ايه وزوجها ورى لانه هو العائله من نابليون بونابرت وبدنا نحمل اسم العائله. يعني بتعرف انت هيدي مشكله كبيره ولكن يبقى القول انه هذا القانون يحمي اذا هي اضطرت فيها تقيم الدعوه بتقيم الدعوه وبتقدر تبطل هالبيوعات او الارث. يعني بالقانون يمكنها ان تعالج هذا الامر الاحوال الشخصيه عند المسيحيين لغير المحمديين. هيدا قانون مدني قانون الارث لغير المحمديين مخصص بالاحوال يعني الشخصية. قانون مدني نحن عندنا فصلوه اوكي. يعني صار في قانون عند الارث لغير المحمديين اوكي. هلا بنذهب على قانون الارث عند المحمديين طبعا بيخضع للشارع فيك ترجع تعلي صوتك يعني لا 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 رح علي اكثر لانه هون
كمان في حفلة يعني ما بعرف كيف بدي وصفها هالجملة. طيب نحن عنا نوعين من الأراضي في لبنان، في الأراضي الأميرية والأراضي الملك. نعم. الأراضي الملك طبعا كلنا بنعرف أيام السلطنة العثمانية وثورة الفلاحين اجت هالجبل لبنان ومحيطه صارت ملك لأنه السلطنة العثمانية عطيت هالفلاحين حقوقهم. أما الأراضي الأميرية بقيت للأمير، فل الأمير بقيت الدولة محله وبعض الأراضي مكتوب عليها أميرية. الأراضي الأميرية تخضع لبعض القانون المدني العثماني والأراضي الملك تخضع للشرع. طيب نحن هون كنواب، نواب الأمة، أنا من هون بدي نشدهم، عمين شو عم نعمل؟ عم نخبي طب أقول كلمة تانية، شو عم نعمل؟ عم نكذب؟ ما بدي أقولها أنا بدي هون في مصلحتهم بالأراضي الأميرية أخذوها للدولة يعني حتى هم يستملكوها يعني ويسرقوها. لا 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 عم نعمل حكمين حصر إرث، واحد للمدني بنقبل فيه بالأراضي الأميرية وواحد شرعي بالأراضي الملك، وبنفس الوقت عم نرفض أنه نرجع أولا نعالج موضوع عقار. تصور ليش قلت لك إذا لم تتحول قضية المرأة لقضية سياسية ما رح نواجه كل هذه القضايا، وليش قلت لك لازم نفوت عليها من هالناحية بالجنسية بالأراضي؟ ليه ما عم تتجرأوا تعدلوا القانون؟ ليه؟ من مين عم بتخافوا؟ نحن من جهة بنحمل طابة هون بنقول لا ما بدنا نعدل القانون على الأراضي الأميرية لأن قبلانين فيها وهيك بدنا نورث، ومن أراضي الملك هي هودي من ناحية، هيدا عم قلك عن قانون الإرث كله سوا. أما نواحية تانية إذا بعد منكفي كارثة، في كارثة لأنه كل القوانين إلى صيغة سياسية بس نحن عم نهرب منها. نحن بحاجة إلى قرار، نحن ببلد برلماني، يا أما البرلمان بيوقف بيقول نعم أنا بحاجة لمعالجة برلمانية على السواء لأنه نصف هذا المجتمع مشلول ومشلول اقتصاديا. أنا هذه المرأة عنا أكثر من 70% شهادات دكتوراه بالجامعة اللبنانية للسيدات، فتش عليهم بمراكز العمل مش موجودين، بتروح على البيت. معناتها أنت هاي الثروة اللي عم تبذلها على هو السيدات منك عم تستثمرها، هيدا مال. مايا لو سمحتي، في مطالب اليوم من قوى سياسية الدولة المدنية كل يوم بيطوشونا الدولة المدنية، علما أنه نحن دولة مدنية، دستورنا مدني، قوانيننا مشكلة بس لكن قانوننا مدني، نظامنا مدني. اليوم هؤلاء السياسيين يلي يطالبون يوميا بقانون مدني يمنعون أي تعديل متعلق بمدنية الحقوق لا سيما المتعلقة، شو هالدكلاش، شو هالازدواجية؟ مثل ما قالت لك بدأ قرار سياسي، يعني نحن لحد والقرار السياسي غائب، القرار السياسي غائب هلا كرمال الطوائف. يعني ما في، يعني ما في حكي انه نحن نريد دولة مدنية، نريد دولة مدنية على قياسنا يرجعوا يلقطوا البلد هن من فوق. هن بالنسبة لهم معتبرين انه الدولة يعني كذب المطالبة بدولة مدنية، دولة مدنية وبس، حاصرين قصة المرأة والطوايف على قصة الأحوال الشخصية. من هون قلت لك أول ما بلشنا العائق الوحيد هو إلغاء المادة 9 من الدستور. وقت منلغي المادة 9 من الدستور المشرع يلي هو البرلمان والمجلس النواب بصير يقدر يقوم بشغله، ما بيعود يقدر يتحجج بهالمادة لا يعدي القوانين. بعده لهلا ثلاث ارباع مجلس النواب وقت يكون عم نطلب تعديل اي قانون ما بيقولوا الا المادة 9 من الدستور هي العائق قدامنا، ما فينا، هيدي منا من صلاحيتنا. من هون اهم نقطة لحتى نقدر نحل الموضوع هو الغاء المادة 9 من الدستور ومنصير نقدر نشرع مظبوط ونغير كل القوانين المشحفة. في حملات ما عم نسمع في حملات من قبل عم نقدم قوانين لحتى تتعدل. مثلا قدمنا قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر وللأسف فوت وتسمع عن نقاش بالمجلس النواب. أنا ما بزوج بنتي تحت 18 بس ما فيني كرهك قانون. طب ليش؟ ليه؟ لأنه طايفته بتمنعه أنه يقر هيك قانون، رغم أنه جربنا مثل ما قلت أنه نروح على الطوائف لحتى يعدلوا القانون ضمن القانون الطائفي.
بلش تعديلات هونيك وبعدهم بمجلس النواب ما عم بيعدلوا قانون، يعني عند السنة بعتقد صارت 18 السنة والدروز، السنة والدروز عدلوا 18 و17 مع استثناءات على 15 سنة. ليش الاستثناءات؟ استثناءات حسب شو؟ بيعتبروا انه بده يعطوا استثناءات لبعض كرمال الاغتصاب. انا عم بقول لك كرمال الاغتصاب. انا حسب في كثير دول عربيه عندها الاستثناء، ونحن كنسويات وكناشطات بحقوق المراه بنشوف هيدا مثل كانه عم بيسكر باب وبيفتح باب، لانه مثلا بفلسطين بفلسطين مثلا عندهم عملوا طلع قرار وانبسطوا الكل بس مع استثناء، والتطبيق بالتطبيق ما تغير شيء. هون بدي ارجع كمان قد ايه العقليه السائده. انا بحب اعطي دائما مثلا كذا دول عربية مش بس بلبنان، بشيخ الأزهر لما بيطلع فتاوى بصراحة كتير يعني هي لصالح المرأة، إن كان على ختان أو بتر الأعضاء التناسلية عند الإناث أو بالنسبة للاغتصاب بالنسبة للعنف المنزل، بيطلع قرارات منه بالمناطق الريفية بمصر بكفروا ما بدهم يطبقوا. ف يعني نحن عنا يعني نضالنا كتير كبير وكتير واسع، ومشكلتنا الأساسية مثلا بالنسبة للي عم تحكوا عن الإرث يعني مش بس بالسياسة مثل ما قالت. لا مش بس مشكلة سياسية، بس زيادة بلبنان ما في إرادة زيادة، بس مثلا بالنسبة غياب الإرادة السياسية لإرضاء المجتمعات ولإرضاء رجال الدين، المصالح لإرضاء المصالح. ما بتصورتي بهمون هن المجتمع، مصالح بدو ينتخبوهم يلا ينتخبوا هيك يعني مصالح الطائفية. كنت عم بحب بالنسبة للي عم تحكوا عن الورثة لشوف قديه يعني في مشكلة على مستوى التطبيق على الأرض. مزبوط أنه المسيحيين بلبنان صاروا بيولتوا بالتساوي، ولكن بالدول العربية فينا نقول انه ظلم انه المرأة بتاخد نص حصة الرجل. مزبوط في شيء اسمه تخارج عم بيضغطوا عليها طب بتطلع بلا شيء، يعني بالمجتمعات مثلا بالأردن وفلسطين بصير في ضغط عليها بيكون يا ريت بيطلع على النص مش عم بيطلع له. فنحن هلا عم نضغط، اذا حدا عايش مع صاحبته يمكن اكثر من 6 اشهر بتقاسموا النص كل شيء كل السلوى، هيدي اسمها الكد والسعة، يعني كل شيء مع بعض ربوه بدهم يتقاسموا. فحتى حق بالاسلام اللي نحن بنعتبر انه نص حق الرجل مش عم تحصل عليه، لأنه وقت التطبيق المجتمع بعض ضد إنه. فنحن هون بدنا نشتغل على القوانين على الأكيد، لأنه في حال صار في عملية رحنا على المحكمة تنحصل حق، وهون كتير ضروري يا ريت بيوصل هيك قصص للمحاكم، لأنه ساعتها يعني بنكون عملنا مثل ما صار على القانون قصة القانون العنف الأسري. لو ما وصلت القصة للمحاكم وسمعنا بأحكام وقضاة حكموا لصالح النساء كتير صار في تغيير على مستوى المجتمع، وصار في أنا بتذكر البي صار يتصل فيكم يقولكم أنا بنتي بخطر، صار في تغيير للعقلية. فنحن بدنا نشتغل على هالمستويين برأيي. كيف في قوانين صدرت هي مثل قانون الإرث يلي بيحمي المرأة، قانون العنف الأسري وقانون التحرش الجنسي، بس قديه عم يتطبق هون بتعرف قديش المجتمع بعده ما بده يطبق اما خايف يطبق. وهون الحق على المرأة، يعني حتى المرأة نو ما انت بدك الطالب لحتى يتطبق. طالما المرأة بعدها عم يعني عم نربيها انه انت ما لازم تعملي هيك وعيب تعملي هيك، ما عم بتطالب بحقها. يعني وقت قالت كل المجتمعات بلبنان بكل شيء بكل المجتمعات، يعني حتى بالمجتمعات، يعني وقت قالت استاذة رندا انه صحيح نحن منورت عند المسيحية نص بنص، بس في منهم بيجوا بياخدوا هالقدر يمكن كاش ويمكن بياخدوا أقل، أما بيتنازلوا لخيهم عن البيت بياخدوا مقابله شي تاني. هيدا ليه؟ لأنه هي بعدها معتبرة حالة أقل. من هون التوعية، توعية المرأة على حقوقها، هيدا لازم نبلش نشتغل عليه بشكل كتير مكثف، خاصة مع الإعلام، لأنه لو غيرنا قوانين وما طبقت هالقوانين ما إلى معنى. نحن لازم نشتغل على 3 مسارات. المسار الأول هي أنه المرأة تكون أيضا شريكة بمجلس النواب، يعني دخول المرأة فوتينا على الكوتا. لا هيدي شغلة بديهية لأنه هي اللي أكتر وحدة مش بس بمجلس النواب، كمان هلأ عندنا البلديات هي اللي بتشتغل بتحضر كل شيء. بارح كان في إيفنت لافتتاح مركز الدفاع المدني بدير طميش، السيدات محضرين كل شيء، اجوا الشباب رؤساء البلديات وعم حطوا لهم بيقعدوا على الصف.
يعني ما هي بتعرف حضرتك احنا مش عم نقول ضد، انا قلت لك بدي يكون شريكه، ما هي مش موضوع تحدي بين اثنين، هيدا المستوى لازم ينشغل عليه. المستوى الاعلامي انتو يعني نحن انتو المنقذين تبعنا، ما تفكر انه كل الشغل اللي عم يعملوه على صعيد الان جي اوز بيوصل لنتيجه بدون الاعلام، بس هن عم يجاهدوا موجودين موجودين، بس بعد بدها تكون حملات اكثر واكثر لانه التوعيه بتجي من الاعلام. مزبوط، هو السلطه الرابعه والاساس هو تعديل القوانين اللي نحن بكل اسف وحزن لانه هو بيوصلك اسرع، بيوصلك اسرع القانون. ست زويا، برايك الى اي مدى المرأة كمرأة هي يلي عم بتحول حالها ضحية أكثر فأكثر، بما معناه أنه هي مش عم تقدم على المواجهة، عم تضلها مستسلمة باعتقادها أنه هذا هو الصح؟ طبعا هذه السقافة الذكورية اللي موجودة بمجتمعنا بتتشرب المرأة مثل ما بيتشرب الرجل، بس عادة في نساء بيكونوا ضحايا بيقدروا يعني بيحاولوا يقاوموا هذه السقافة، بينما في نساء تانيين بيستسلموا له وبيعتبروها هذا الشيء النورم اللي مفروض يمشوا عليه. يعني مثلا من قبل كنا نشوف أم عم بتحرض ابنها ليقتل أخته بجريمة شرف، هيدي صايرة يعني. فهيدي السقافة عم بقلك بيتشربوها نساء مثلها مثل الرجال. طب في أساوي يعني الأم يعني ما في أرقى من هيك عمل إحساس، شو هالأساوي؟ من وين جاي هالأساوي؟ من يعني مش المجتمع الباترياركي اللي عايشين فيه يعني. نعم، من المجتمع الباترياركي اللي عايشين فيه. حش تحكي عن الباترياركي دخيلك. الزكوري الأبوي موروثي بالنسبة حليم قعقور موروثي تعبير متداول يعني مش فايه، هيدي موروثات ثقافيه مثل ما عم تقول وموجوده بمجتمعنا. بس انا بس بما معناه يعني حسب انه الشرف أهم بكثير من الحياة، أهم لسمعة العيلة. هلأ نحن تخطينا، بفتكر بلبنان تخطينا هذا الموضوع، بعد موجود ببعض الدول العربية، بس بدي أحكي عن أهمية الحملات والإعلام اللي واكبنا طوال فترة 7 سنين كنا عم نناضل فيه ونعمل حملات إعلامية لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري. يعني بعتبر قدرنا خرقنا جدار بهذا المجتمع الذكوري منه قليل بوقتها، رغم بعض النواقص اللي كانت بالقانون. بس ما تتصور من اول قرار حمايه طلع ثلاث اضعاف الحالات اللي اتصلوا بكفا من بعد ما طلع اول قرار حمايه، لتشوف انه القانون وتطبيق القانون والحملات الاعلاميه كثير بتساعد لتغيير السقفات الموجوده. يعني بهيدا الإطار ماتر عبود، إنه المرأة إلى أي مدى هي قادرة تساعد حالها أو هي بتساهم بتحويلها إلى ضحية مرة بعد مرة؟ خليني أكد إنه طبعا في موروثات تاريخية انعكست على حياة المرأة، ومثل ما تفضلت الدكتورة إنه هيدي موروثات عالمية، في دول قدرت تكسر هالطوق وفي دول بعدها، ونحن مثل ما قلنا أنه في عدة عوامل طائفية سياسية كلها عم تتداخل ببعضها. ولكن بقدر أقول أنه نحن بالهيئة الوطنية سعينا إلى إقرار قانون التحرش الجنسي، وطرابلس هي مدينة تقليدية فينا نقول، وشفنا أنه الصبايا بمدرسة طرابلس طلعوا على الملأ وقالوا أنه هيدا الأستاذ عمل 1 2 3، وكانت جرأة منهم. إذن المرأة هي أولا جيل جديد، السوشيال ميديا عم تساعد، القانون وقف حدهم، وطبعا الإعلام أكثر وأكثر كان حاضر. هالشي كله خلى الموضوع يتبدل، كسر هالطوق القوي. منشان هيك نحن لازم نضل مثابرين. بس ليكي باردون، يعني لو ما تحولت إلى قضية رأي عام كانت راحت عليهم البنات. ايه طبعا، كان صاروا ضحية من الجميع، من المجتمع، من أهله، من أستاذهم، يعني كانوا للأسف. صحيح صحيح، من هيك قلت الإعلام كان مواكب هون، مشكورين لأنه دائما بس تتحول القضية لقضية. لكن بس يغيب الإعلام شو بيصير بمصيرهم؟ هذا ممكن هون بيجي القضاء، إذا القضاء كمان ما أخذ دوره الجبار. وهون أنا عندي قضية هلأ عم بشتغل عليها، بنت عندها بطاقة إعاقة عقلية، ضحك عليها شاب وهلأ تزوجها وهو منه محول دينه لمسلم، وقاعدة معه بالبيت وبيضربها وبيقشطها معيشة
وبعدنا مش عم نقدر نعمل شيء من وراء اعتكاف القضاة. يعني تصور نحن لأي مرحلة. بس بدي ارجع لسؤالنا انه موضوع تمكين المرأة هي كلمة انا ما بحبها، لانه السيدات بلبنان في كم كبير من المتمكنات علميا و يعني من كل النواحي، ولكن بنرجع موضوع الثروة، وانا بدي اكد على موضوع الارث اليوم. هالانطلاق من موضوع الارث، إذا المرأة أنا بدي ورثها $50,000 والرجال $100,000، هاي المرأة ما فيها تعمل شيء، لا تبني بيت ولا تفوت بالسياسة ولا تعمل أي شيء. سو عم بينطلقوا من درجتين مختلفتين، وهي اللي عم نشتغل نحن عليها هلأ كهيئة وطنية مع UN أبيتا، أنه نوسع المنظار ونوعي حتى مع الإعلام قد ايه أهمية تملك العقار بالنسبة للمرأة، لأنه ما بيعود بس تمكين اقتصادي لها، هو حماية نفسية لها. مش هي اللي عم تترك المنزل وتفل، هذا بيتها، هي ثروتها، هيدي قوتها، عم توصلها مركز القرار ببيتها بعائلتها ومركز القرار بالسلطة. أستاذ غريني، كنا عم نحكي عن القضاء بشكل عام، إلى أي مدى القضاء هو يتعاطى بمدنية مع هذه القضايا أو كمان يتبع المجتمعات؟ يعني في قاضي بيقدر ينظر إلى قضية من معينة من ناحية متقدمة شوي أو من ناحية مدنية وليس دينية؟ إذا بدنا نحكي عن القضاء، أول شيء بدنا نحكي عن الاعتكاف يلي اليوم عم بيضر كتير، عم بيضر كتير من كل النواحي، إن كان بالمتقاضين، لأنه أما إن كان بشكل عام اليوم بالأمن. وقت عم بتتعرض، مبارح بالتحديد تعرضت أحد النساء للضرب، راحت لتتشكى، ما في قضاء، ردوها على البيت، يعني ما بقى فيها تعمل شيء، ما بقى فيها تاخد أمر حماية. القضاء هون مقصر أكيد بشغله، مظبوط المطالب تبعوله مثل ما كلنا عم نقول هي مطالب مش محقة، مش عم يكون في مناوبة للحالات الاستثنائية، ما في شيء أبداً، قضاء مشلول تاماً، يعني ما في، ما إشلال تام موجود بقلب المحاكم، ما عم نقدر. حتى إذا صار بدنا نحكي خارج عن المرأة، إذا صار في سرقة اليوم وتوقف أحد السارقين من شرطة البلدية بيروحوا ليسلموها للضابطة العدلية، الضابطة العدلية بتقلك ما في إشارة نيابة عامة. هالقد صار في عنا خطورة بالقضاء بالاعتكاف يلي عم بيصير. تاني نقطة يلي حضرتك عم تسأل عنها هي القضاء لازم يطبق القانون. ممنوع ما يطبق القانون بالمواد مثل ما هو، يعني ما بيقدر يجي يخترع القانون، في قانون قدامه هو مفروض يطبقه مثل ما هو. في بعض القضاة، ما بعرف هون يمكن زويا بتقدر تقلنا أكتر، هل هن عم بيطبقوه بس حسب عقليتهم، يعني بيقدروا ما يمشوا بالقانون مثل ما هو مكتوب على الورقة؟ يمكن في البعض، بس موجود هلأ بعتقد عم بيساعد ونقدر ناخد قرارات حماية. يعني مش بس القضاء، كمان قوى الأمن، يعني قوى الأمنية أكثر قداش عم يقدروا يتعاملوا مع القانون الجديد لشيء، يعني صار في دورات حلولي. صح. صار في دورات وصار في تطبيق للقانون وصار في مذكرات صادرة عن المدير العام. لا في، يعني في تقدم، في تقدم، ولكن قبل الأزمة اللي هلأ نحن عم نمر فيها. يعني هلأ في أزمات متعددة. بالنسبة للقضاة، في بعض القضاة قرار الحماية لازم يطلع مباشرة، يعني بس تروح السيدة عند يطلع مباشرة. في بعض القضاة صاروا عم يستنسبوا أنه بدهم يجيبوا إثباتات، بدل السيدة تروح تجيب إثباتات يعني وتاخد وتعطي كذا، يعني بتكون إثبات تبين على وجهها أكلتها أكل المرأة. في هيدا يعني للأسف صار في شوية تراجع بتطبيق قرارات الحماية مثل ما منصوص عنا بالقانون. بس تراجع من قبل بعض القضاة، لأنه بتعرف بصير في تشكيلات جديدة، يعني كنا عم نشتغل مع لأنه ما بيعرفوا أو يتحججوا، تشكيلات جديدة غيرت، صار في غيرت بالعقليات اللي عم تتعاطى مع هذا الموضوع. بس هلأ حاليا الوضع كارثي، كارثي للنساء بشكل. يعني أدى حجم النساء اليوم يلي عم ينطروا أي حماية من القضاء، قرار حماية ما عم نقدر نطلع، يعني أحيان بصير في أداش في ناس عم تتصل فيك اليوم ونحن بأيام أزمة من كورونا، يعني أزمة من مالية واقتصادية، يعني جايينا في كتير 1225 حالة جديدة من أول السنة لهلا، من 2022 1225 حالة مسجلين على السوفتوير عنه. هيدا مرتفع نسبيا؟
مرتفع من وقت كورونا لهلا، كان تقريبا في هذا. طيب هودي كيف عم يتم التعاطي معهم في ضوء غياب القضاء؟ ما هيدي المشكله، يعني هلا اولويات النساء تغيرت. هلا اولويات النساء هي تامن الحاجات الاساسيه لاولادها وتامن لهم المسكن. المسكن يلي ممكن يكون مضطره تكون مع الزوج المعنف، لانه بعض الاحيان الاهل اذا كانت مثلا تلجا لاهلها، الاهل هلا ماديا ما قادرين يستضيفوا ولا إلها ولا اولادها. الملاجئ اللي كنا نحول النساء عليها صارت فول مفاوله، لانه عم بيزيد طلب النساء للملاجئ لانه ما فيش عندهم خيارات ثانيه. في بعض يعني بعض القضايا ممكن احكي عنها بموضوع الاحوال الشخصيه. في عند الطوائف الاسلاميه في حق الطلاق بشكل منفرد. نعم. يعني بدون حتى ما يبلغ السيدة بيكون تنقول مهرها 50,000 دولار، وهي صايرة عنا. بيروح عند كاتب العدل بحط المهر على أساس 1500، على سعر 1500، وبيروحوا ببلغوا على السيدة أنه صارت في، يعني بيروح المباشر ببلغها أنه طلقت وأنه هذا المبلغ يحو عند كاتب العدل فيها تروح تقبض. عند المحاكم الروحية زادوا كتير نسب، مش نسب، القيمة تبع الدعاوى اللي ممكن ترفعها السيدة. مثلا طلب نفقة يلي وحده طلب النفقة صار 80 مليون ليرة، 8 ملايين ليرة، وبده ينرفع أكيد مع طلب أساس، يعني طلب هجر، طلب بطلان، ما فيها تقدم. يعني تخيل قديش حجم التكاليف المادية اللي السيدة بتكون بحاجة لتاخذ نفقة من زوجها لتقدر تعيش أولادها، بدها تدفع هذه المبالغ لتقدر تحصل على هذه النفقة. يعني في كتير مشاكل صراحة عم تواجهها السيدات هلا، وما حدا رح يوقف، ما حدا وقف. في موضوع القضاة المعتكفين يلي كمان مش قادرين نطلع قرارات حماية للنساء. في بعض القضاة يمكن عم بصير في تواصل بشكل شخصي معهم، لأن بتكون حالات كتير صعبة، بيطلعوا قرارات حماية بس تعا تتنفذ ما بتقدر تنفذ. قرارات نفقة، قرارات مشاهدة، إذا صار في تخلف عن دفع النفقة في القاضي يطلب سجنه مثلا. ما فيش محلات بالسجون بقى، في قضاة ما عم بيطلعوا هذه القرارات بالسجن لأنه فيش محلات بالسجون. تفضل. بس توضح بالنسبة لكل شيء نحكى، مزبوط بلبنان في زيادة مشكلة الوضع الاقتصادي والاعتكاف القضاة وكل شيء، بس أنا بدي أقول إنه هذه المشكلة وصول إلى العدالة للنساء اللي حتى بأحلى الحالات في قانون بيحميهم وبيحمي مصالحهم، ما عم بيصير في وصول للعدالة لعدة أسباب. منها إنه إذا هي مثلا ما تحصل نفقتها، لنقول في نفقة وهي مشكلة إنه النفقة ما بتأدي أصلا، بدنا نحن أكثر من نفقة، بس لنقول النفقة مش عم تحصل عليها لأنه إذا كانت بالريف مثلا بدها تجيب محامي أصلا منها متمكنة اقتصاديا، لأنه إذا اشتغلت هو بياخد المعاش منها، إذا خليها تظهر من البيت لأنه في شيء اسمه الطاعة، القوانين الأحوال الشخصية بتخلي الزوج بيقرر اذا مرته بتظهر من البيت اما لا. فمكبل من عدة نواحي. اول شيء بدها تعرف ما في يعني اميه قانونيه، ما بتعرف حقوقها القانونيه. اذا عرفتهم منا متمكنه اقتصاديا بدها توصل لمحامي بده يحصل لها حقها. القضاة رجال اجمالا بشكل مطلق، خاصه بالمحاكم الروحيه والشرعيه عم بيكونوا رجال، يعني حتى اذا بتحكي بمشكلتها وخصوصيه مشكلتها مش عم تسترجي كيف تيجي تحكي قدام رجل غريب شو عم بيصير يعني بجو بيتها. فما عم تقدر تحكي، ما عم تقدر تتواصل، ما عم تقدر تجيب محامي، ما عم تقدر كمواصلات توصل للعداله. والقضاة حتى لما نعرف بحالات بفلسطين في 5 قضيات شرعيات هلا صار في لما بالقضاء الشرعي ما في سيدات اكيد، ما في ولا ابدا لا 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 ما في بكل الدول العربيه. هيدا فلسطين كسروا الحاجز بفلسطين، بس وقتها خبرتنا القاضيه الشرعيه انه لما هي حكمت بالقانون انه الحضانه للزوجه مش للاب يلي كان بده يهرب اولاده على الاردن، تم قصاصا يعني فصل. ما فصلوا وشو عملوا، نقلوها لمنطقه بعيد كتير ونزلوا لها معاشها للثلث لانه حكمت بطريقه يعني شو هالاجحاف الاجحاف عم بيصير على عده مستويات. والقضاء في مشاكل حتى اوقات القضاة نفسهم مش عم بيكونوا على معرفه مثلا بالسيدا وحقوق اتفاقيه حقوق الطفل، ما بيعملوا حملات عليها كمان، فهن حتى مش عم بيطبقوا القوانين العالميه اللي
بلدهم مصدق عليها. فعلى عدة مستويات هيدا الزيادة إذا بلبنان ما عم بيشتغلوا يعني. ففي مشاكل متعددة يعني اللي عم توقف. المشكلة الأساسية هي قانون الأحوال الشخصية، والمشكلة الأكبر إنه بده قرار بالسياسة، والقرار السياسي بده وجود نساء بالبرلمان حتى يعملوا. هلا وبده قرار سياسي حتى يقروا الكوتا. خليني بلش مع شو بدكم نعمل تنعمل تيصير في كوتا؟ يعني في متركاج كتير كبير على الكوتا، ويبدو إنه كافة القوى السياسية مش قبلانة بالكوتا. صح؟ صح. شو العمل؟ هلا بالشكل قبلاني بس ضمن لا بعمليا في قوى سياسية بتقلك نحن ما بدنا كوتا نسائية. للأسف أنه بيتحججوا أنه خل المكان المناسب لازم يجي فيه أشخاص مناسبين. هيدا أكبر إشحاف. وهيدا إيه يعني ليش هني هلا بالمكان المناسب؟ بس في كوتا طائفية. طب ما فهمت يعني هيدا شو طبعا. ليه ما بيوصلوا بشطارتهم لكان كله معتمد على الكوتا الطائفية؟ بس لما النساء بيحكوا بالكوتا، والكوتا طول عمرها مزبوط. مرحلية، وخاصة بالصوت التفضيلي هيدا أكبر كوتا. صح؟ مزبوط. فليش بيسوى للطوائف ما بيسوى للنساء؟ وبعدين عالميا الكوتا معروف مرحلة انتقالية لتكسر حاجز. نحن بس لما نكسر الحاجز ويصير في 30-40% نساء ما بنعود بحاجة للكوتا. ساعتها بتعود المجتمع انه في نساء بالبرلمان وفي نساء كفؤات. فهي دايما مرحلية. بالنسبة لمثلا العنصرية بأمريكا الكوتا مرحلية انه حتى يصير في دخول للمدارس وللمرافق العامة وللجامعات لسود يقدروا يتمكنوا هن، ويصير عندهم مرحلة متقدمة من العلم والمعرفة والخبرة، ما بتعود بعدين بحاجة للكوتا. فليش ضدها وبالنسبة للمرأة وليش ما على الطائفة؟ هذا كله مصالح. أنا بالنسبة لي عفوا كهيئة وطنية قدمته والقانون اللي قدمناه صراحة كان كتير مليار، لأنه طرحنا قانون على أساس الكوتا ونقينا 24 مقعد وال24 موزعين بكل المناطق، ونقينا مطرح ما في من طائفة محددة كمية كبيرة. يعني مثلا 4 نواب 5 نواب مثلا بالمتن، أين واحد كوتا ماروني اللي هو فيه 5 مارون تمام، ناخد من قدام الأحزاب وما يتحججوا أنه نحن عم نشيل باللوبينج يلي عملتوه في تحجج. ما في ولا فريق سياسي حلاوة بيقولوا لك نحن معك في تكازم من قبل التكتلات طبعا بتوصل آخر شيء على التنفيذ ما في وبيعتبروا انه وكانه جايين نقشطهم حقوقهم، علما انه المراه هي ناخبه ومنخبه وهي عم تشتغل مثل ما قلت صحيح. مثل كل المشاريع عم بتكون حاضره هي ناخبه الاكثر عددا في صحيح 51 وعندك المنخبه هي اللي عم تبرم وهي عم تعمل المشاريع، هي بتعمل المؤتمرات، هي بتعمل كل شيء، ولكن بتبقى وراء الكواليس. وبالاخر وقت بيجي الشاب بيقطفها نحن مش عم برجع اكد نحن مش بحاله تحدي. نحن المطلوب شراكه لكي تنتج هذه الشراكه قيامه وطن، لانه اذا ضل النصف الاخر مشلول ما راح يقوم لبنان. زويا في شيء هيك حلول اخرى لوقف هذا الاشحاف الا غير القضايا اللي حكينا عنه؟ نحن يعني مش لاقيين اي حل لا مشكلة النساء ولا تحقيق المساواة الكاملة للنساء إلا من خلال إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية بيطبق على كل اللبنانيين. هيدا من ناحية أنه بيأمن مساواة للمرأة بإطار الأسرة، بيأمن مساواة للنساء في مسودة لهذا القانون. أي نعم في مسودة نحن عم نشتغل عم تشتغل عليها وعم تلاقي أي قبول من قوى السياسية؟ في بعض القوى السياسية يعني مثل ما عم يتعاملوا مع الكوتا وغير قوانين. بفتكر مفروض تكون جدية شوي أكتر هالمرة، رح نزهقهم بس رح نضل كفين، لانه هيدا بغير بكل النظام السياسي بلبنان، مش بس بحقق مساواه للمراه، بحقق المواطنه الكامله لكل المواطنين اللي عايشين بلبنان. يعني كل المجتمع المدني متضامنين على صيغه واحده على نسخه واحده، نظام اكثر ديمقراطي باتجاه نظام مدني. هيدا المدخل الاساسي، لانه بتعرف يعني مثل ما حكينا انه لبنان هو دوله مدنيه، يعني نظامنا نظام مدني ما في الا الاحوال الشخصيه هي طائفيه. فخلينا نخوض هيدي التجربه لنقدر نتجه بالمسار اكثر واكثر نحو اقرار دوله مدنيه. طيب. هو قانون موجود هلا عم ينبحث فيه وعم ينعرض على كل الكتل النيابيه.
بس أكيد ما رح ينكر بكرة. أوكي. يعني هيدا قانون إذا كبير عبيرو على كل جوانب الأحوال الشخصية وكل يعني من حضانة لكل كل عم نحكي موحد مدني موحد لجميع أبناء الطوائف جميعا. من هون بعتقد أنه بده دراسة كتير عميقة ورح يكون في عليه كتير ماركر بمطارح معينة على المواد يلي بقلبه، يعني رح ياخد وقت، بس بالآخر مثل قانون العنف الأسري قدي أخذ بالآخر انكار، إن شاء الله ينكار هيدا القانون كمان. وهيدا بيطال كمان بيطال تسجيل المرأة بسجلات النفوس. يعني نحن المرأة ما عندها سجل خاص، هلا بتكون تابعة على بيا بعدين بس تتزوج بتنقل لعن زوجها بس تطلق وترجع على خالفها. بتجذروا بين القانون كمان والطوائف يمكن. أخيرا شو بتحبي تقولي؟ أنا بدي أقول إنه نحنا كلنا لازم نضل إيد وحدة. الهيئة الوطنية طبعاً وهيدي قلتها قدام دولة الرئيس مئاتي، قلت له أنتوا كحكومة بتطلعوا فينا إنه نحنا مجتمع مدني، علماً إنه هي هيئة رسمية. صحيح. والمجتمع المدني بيطلع فينا إنه نحنا حكومة، نحنا قاعدين بالنص رح نكفي شغلنا، ويمكن هي وحدة من الهيئات الوحيدة اللي ما وقفت ولا نهار بالرغم من كل يعني ولا نهار موظفين الهيئة وقفوا. علما انه نحن انا ومايا وكل الهيئه العاملين نحن نحن دائما متفقين حبيبه القلب. نحن طبعا عملنا مجاني، ما بنتقاضى اي شيء من الحكومه اللبنانيه، بالعكس نحن بدنا انه تضل هذه الهيئه هي المظله وتضل مشبكه مع الكل، لانه الهدف تبعنا كلنا هو بناء مؤسسات، بناء دوله وبناء مواطن. إذا ما قدرنا نوصل لهذا الحل، والمرأة أولا وآخرا هي إنسان ولكنها مواطن. دكتور الكلام الأخير لي، شو عندك آخر شيء تقول؟ أنا بس بحب أقول كمان حأرجع أحكي من يعني منظور إذا بدك إقليمي أو عالمي، إنه كتير كتير واضح إنه مشاكل لبنان وخاصة التمييز ضد المرأة منا مشاكل لبنانية ومنا مشاكل إقليمية، هي مشكلة عالمية، بس التغيير كتير كتير يعني وارد. يعني ما بدنا نفكر إنه لا ما بنقدر، لأنه بس لما نطلع إنه قديه صار في تغيير ببلدان ما كنا نتصور إنه ممكن تغير قوانينها وتتقدم ويصير في مساواة، هي أكيد نسبية. نحن ما لازم نفقد الأمل ويعني ونقول إنه لا، وبعدين ما في خصوصية. أنا هاي بدي أرجع لها الخصوصية، إنه هاي ثقافتنا، حتى نحن على مستوى عالمي عم نجرب نشتغل مع United Nations الأمم المتحدة، حتى خاصة بالنسبة للأحوال الشخصية، لأنه لحد هلأ لحد سنة 2019 ما كان في اعتراف على مستوى دولي إنه في ضرورة لتعديل قوانين الأحوال الشخصية، لأنه هاي دي خصوصية محلية. نحن عم نجرب نقول هاي دي منا خصوصية، والتمييز اللي عم بيصير ضد المرأة منه لأنه لا إسلامي ولا مسيحي، هو أبوي بحت، ومشان هيك بحقنا أنه نغيره. بدي أشكركم ستات ديما دبوس، رندا عبود، زويا روحانا، ومايا زغريني، أهلا وسهلا فيكم. شكرا. وإن شاء الله هذا اللقاء يكون في بعض لقاءات أخرى، بركي بنعمل بعد لقاء تاني عن قانون الأحوال الشخصية ونشرح ونشوف إلى أي مدى نحن بنقدر نعمل ونشارك فيه كلوبيين باتجاه السياسيين. نحن بنشكرك وبنشكر الدكتورة ميشي ضياء لأنه هي دايما الداعم الأقوى والأكبر لنا. شكرا مشاهدينا، انتهت هذه الندوة، هذا اللقاء، شكرا وإلى اللقاء.